أودي ليك دايرين لاباس عليكم مزيانين هانيين على بركة الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد خوتي خواتاتي. اليوم نقدم لكم وصفة صحية زوينة ورائعة طبيعية اللي نبغيو نعاونوا بها في ديورنا المريض. يعني الله يسر كنطيحو بالراس، كنطيحو بمرض الشقيقة، يعني واحد المرض حنا كنقولوا له المكلفة. الله يسر، يعني الا طاح به ما كينوضش للراس، يعني كيطيح به. يعني وهاد الوصفة راه مجربة وزوينة، ووالدينا وراوها لنا ودرناها والحمد لله والشكر لله، جابت نتيجة الحمد لله. ولكن ضروري من استشارة الطبيب، ولكن من كنكونوا في ديورنا ضروري كنعاونوا راسنا بشي حويجات طبيعية على بركة الله. هاد الوصفة اللي غنحتاجو فيها طنجرة، هادي ما كنديرو بها حتى حاجة، حنا مخلينا على بحال هاد الشكل بحال هكا مع محطوطه، ما كنطيبو بها ما والو. كنحتاجو الطنجره بحال هكا، كنديرو فيها الماء. شنو كنديرو فيها؟ ان شاء الله اللي غنديرو فيها اوراق الزيتون، اوراق البرتقال، اوراق انا عا كنوريكم دابا اوراق كاليبتوس. ضروري يكونوا اوراق كاليبتوس لان مفيدين هادوك، اي حاجه زوينين اوراق كاليبتوس. اوراق كاليبتوس من ريوتس، يعني من الريوس راها معروفه حتى هي خصها تكون. دابا هاد جوج انا ما عنديش حاضرين، انا عا كنوريكم. المخينزه غنشدو بصله صغيره بحال هكا ونقطعوها، غنشدو شي ثلاثه القشرات ديال البرتقال، ها هما يكونوا على قشرات الزعتر وفليو اللي مخلط والورد. هادو هما الحويجات ان شاء الله اللي غنحتاجو اللي غنديروه للمريض على بركه الله. كنشدو ورق الزيتون، كنشدو ورق الليمون الوريقات، كنشدو الورد ها هو، كنشدو مخينزة ها هي، كنشدو بصلة تكون صغيرة ها هي بحال هكا، كنشدو القشور تاع الليمون ها هما ها هما، كنشدو الزعتر ها هو. هاي دابا هادي غنديوها ان شاء الله نشعلو عليها فوق النار، نخليوها تطبخ مزيان تتغلى. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. اخوات ديالي انا دابا درتها فوق النار، غنخليها تتغلى مزيان تتغلى مزيان. ساعة غنوريكم الطريقة اللي نديروها للمريض. هذه راه صحية، نديروها مدة 3 أيام. هاي دابا سديت عليها فوق النار وغنخليها طيب على خاطرها، يعني داك البخار بخار يطلع معاها مزيان. هي كتغلى دابا، تغلات زيد زيد طلع البخار مزيان. دابا راه كطلع البخار، يعني هذا راه دواء طبيعي وزوين. انسان اللي فيه المكلفة الله يسر الراس ديالو ما كيقعدوش. هاد الوصفه راه رائعه ومجربه، ودائما كنديروها. والدينا وراوها لوالدينا، والدينا وراوها لنا حنا، وحنا كنوريوها للجواد بحالكم، للوجوه بحالكم، نفيدكم بهاد الافاده هذه. دابا يزيد يطبخ مزيان، لان كلشي هنا مفيد وصحي، كلشي مفيد وصحي. ها البخار بقى كيطلع. دابا غنشرح لكم الطريقه كلها، غنشرح لكم ان شاء الله بحول الله. خاوتي ها هو غلا مزيان، دابا غنطفي عليه. دابا هو هذا البخار ها هو طالع، هو هذا. الاخوات ديالي دابا ما طفيت عليها، شنو غنديرو للمريض؟ المريض مسكين غيكون مريض الله يسر، يعني ما يقدش ينوض لان داك الراس لا طيحو الله يسر الله يحفظ. غنشدو فوطه بحال هكا، يكون مغطي بالملايه، والفوطه على راسو تكون كبيره بحال هكا، تكون كبيره
وهنخلي يومنا تكون محطوطة على الراس ديالو. هذا البخار يطلع مع الحلق، يبقى يطلع يطلع هك، وحنا مغطينه، وحنا كان داك البخار كيطلع مع داك السيد أو السيدة مدة 3 أيام. وكنصحكم شي هاد الخليط هذا ما يتلاوحش، هنخليه في الكميله بحال هك، هنحطوه في شي بلايصه، وان شاء الله عليا غدا نوليو نخدمو به، نوليو نديروه للمريض غدا، نوليو نطبخو هاد الخليط، والمريض يكون تحت الملايه ويدير الفوطه عليه مغطيها، والبخار كيطلع معاه مده 3 أيام. صافي ما تحيد 3 أيام صافي يتلاوح، قسما بالله لما هذه مجربه. اللي مرض عندنا وطاح كنديروها له، راه مجربه مجربه، وهذه راه حتى الوباء، اللي مرض بالوباء حتى هو يبخر بها حتى البيت، كون هذا الوباء اللي كاين يغلي بحال الشيكاليبتوس والزيتون والاوراق البرتقال، ويخلي داك البخار يطلع مع الدار. المهم درنا هاد الخليط كله وخليناه غلا، وغنهزو فوطة بحال هكا ويكون المريض ناعس، ونديروها له على الراس ديالو، ونخليو هاد البخار يطلع مع داك المريض الله يشافيه، هداك البخار يطلع معاه ويبقى مع مغطي، ويكونو دايرين شي كاس ديال الحليب الدافئ ويكون فيه شوية الكركم، وعطوه يشربو وخليه يتدفى، راه مزيان وصحي مدة 3 أيام. ما نضيعوش هذا، هذا الخليط ما يضيعش، نسدوه وليا غدا نوليو نشعلو عليه النار ونخليه يغلى، ونوليو نديرو للمريض ليا غدا، ونوليو تاني ليا غدا نوليو نديرو للمريض، ونوليو صافي ونحيدوه علينا صافي، هذاك البلا نحيدوه علينا الرمال. خوتي خواتاتي، هاد الوصفه الطبيعيه راها مجربه 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 مجربه، قسما بالله واحد العام انا طحت مريضه ودرتها راسي، انا بيدي درتها، عييت ما نشرب في الدواء ودرت بحال هاد الشيء، والحمد لله وليت مزيانه. درناها لوالدينا، درناها لخوتنا، درناها لجيراننا، كل مجربه هاد، خصوصا داك كاليبتوس راه صحي صحي صحي، كاليبتوس راه شي حاجه رائعه. وهذه هي الوصفه طبيعيه، الانسان ضروري نستشير الطبيب، كنمشيو لعند الدكاتره، ولكن نعاونوا راسنا بوصفه طبيعيه. وفي هذا البرد هذا، واخا ما نكونوش مرض، الليمون راه واجد، نديروا العصير تاع الليمون ديال البرتقال، نفيضوا حليبه ونزيدوا عليها شويه السكنجبير، شويه الملحه، شويه الابزار، نفيضوها ونديروا عليها بيضه بلديه ونشربوها، نفيضوا شويه الحليب ونزيدوا عليه نص معلقه ديال الحب برشاد ونشربوها، نفيضوا الحليب ونديروا عليه شويه فليو ونشربوه، راه شي حاجه زوينه ورائعه في هذا البرد. وهذه هي الوصفه خوتي خواتاتي اللي شاركت معكم، راها زوينه وكنتمناكم تجربوها، وكنتمنى تشرحوها لناس اخرين وتوريو هاد الفيديو للناس اخرين، وكنتمنىكم ديروا هاد الوصفه، راه رائعه وصحيه وطبيعيه. خوتي خواتاتي، اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، وهاد الوصفه ناقصها كاليبتوس، ما عنديش كاليبتوس ومريوت، يعني ضروري يكونوا هنا هادوك هما الاساس، يكونوا هنا صحيين ورائعين وزوينين. خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تجربوها، راه وصفه رائعه وصحيه وطبيعيه، واي مريض عندكم في البيت كنتمنىكم ديروها، وديروها مده 3 أيام ان شاء الله، والمريض عينو، الله يشافي جميع المسلمين، والله يرحم جميع الاموات يا ربي، والله يرفع علينا الوباء يا ربي على قوت الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. خوتي خواتاتي، دعموني بلايك وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد، مع السلامه.